مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص في وقت يبحث فيه الكثيرون عن موضع قدم في حضارة ما بعد الحداثة، وفي ظل التسارع الرهيب للذكاء الاصطناعي وربط كل الأشياء المحيطة بنا بالإنترنت أو ما يصطلح عليه بالآي أو تي وغيرها من التقنيات التي تساعد في تسهيل حياتنا اليومية. عوالم بالذكاء الاصطناعي غيرت مفهومنا للحياة العادية. يحضر معنا اليوم مشاهدينا عالم في هذا المجال، هو العالم العالمي العربي الجزائري البروفيسور كمال يوسف تومي. دعونا نرحب به سويا. أهلا بكم بروفيسور. شكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا على قبول دعوة التلفزيون الجزائري. بارك الله فيكم، شكرا. العفو، مرحبا. بداية من الجميل يعني أن نتعرف أو تشاركنا قصتك الملهمة في نجاحك وفي تحقيقك يعني لأهم المكاسب العلمية. جميل أن نبدأ بالبدايات. سأقول لك بعض الأسماء: الزبرة، رامبو، رمانات وغيرها. إلى أين تأخذك هذه الأسماء؟ هذه قصر البخاري. ماذا تمثل لك قصر البخاري؟ مدينة قصر البخاري في ولاية المندية، يعني هذه المدينة يعني وين نشأت وولدت فيها ونشأت فيها في ذاك الوقت، يعني في الستينات وأوائل السبعينات. في الحقيقة كانت يعني الحاجات يعني محدودة، وكثير من الناس يعني كانوا فقراء، لكن الناس كانت يعني تساعد بعضها بعض، وكنا يعني حتى الأطفال يعني يساعدون بعض بعض يعني، وهذا يعني نظن يعني شيء مهم جدا. الشوارع كانت نظيفة، يعني الجار كان يربي يعني الأولاد، يعني ماش إلا أولادهم، يعني كانت هذه من الصفات اللي كانت موجودة يعني في ذاك الوقت. والناس تشارك يعني الأشياء اللي عندها، يعني مثلا في بيت يعني كان فاكهة يعني يقسموا يبعثوا يعني نص الفاكهة يعني يمكن للجيران، أو لحم أو يعني شيء من الأشياء هذه. يعني هذه المميزات اللي كانت في ذاك الوقت يعني تربينا عليها، ويعني حتى للآن يعني كانت مهمة، وحتى يعني الأشياء كانت يعني محدودة، لكن كنا يعني قانعين بالقليل اللي كان موجود. نعم. ما هو دور يعني مثل ما أثرت فيك هذه البيئة يعني في تنشئتك الاجتماعية؟ أيضا هناك بعض الأشخاص من وضعوا بصمة فارقة في انطلاقتك الحقيقية، ما هو دور محفوظ في هذا الأمر؟ محفوظ، الحاج محفوظ يعني هو في الحقيقة يعني هو أخوي الكبير، يعني هو يعني علمنا الرياضيات، يعني كنت يعني أقل من الصفر، يعني إذا كان طبقة يعني تحت الصفر كنت أنا هو اللي في ذيك الطبقة، فيعني باكو تنفهم يعني هذه الرياضيات والحاجات هذه. لكن الحمد لله يعني كان صيف من نسيت يعني السنة يعني، لكن يعني هو اللي علمني، ما عرفتش يعني مانيش ذاكر يعني كل التفاصيل، لكن الحمد لله وبفضل الله يعني هو علمني يعني نستطيع ان نقول يعني نشتغل يعني ليل مع نهار، يعني كنت خايف ان راح ننسى او هذا يعني هذا القدره يعني تذهب وتزول، فيعني الحمد لله باذن الله يعني وصلت و ليومنا هذا. الحمد لله. أيضا في طفولتك كنت تحب جدا تصنيع وإعادة تركيب الأشياء، إلى انتقل هذا الشغف من يعني حب إعادة تركيب وتصنيع الأشياء منذ صغرك إلى محطات فارقة في مسارك العلمي، إلى الشغف الكبير بالروبوت، إلى يعني اختراع روبوتات جميلة الشكل وأيضا تكون يعني نافعة في البيئة الحقيقية، مثل الروبوت السمكة. نعم. الذي أحدث ضجة كبيرة يعني من ناحية الشكل والمضمون. نعم. كيف بدأ هذا الشغف؟ والله هذه يعني في الحقيقة هي بدأت بتمويل أولا من شركة شلومبرجي في البداية، ومن بعد يعني انتقلنا إلى برنامج كبير يعني مع سنغافورة، وكانت هذه التقنيات يعني التصميم
الصنع يعني هذه الروبوتات واستعمال مواد اللي هي مرنة وتدخل فيها يعني الإلكترونيكس والإنسترومنتيشن وأجهزة يعني من كل أنواع يعني تتطلب يعني قدرات وفهم حاجات يعني متنوعة حتى تركب يعني هذه الأشياء. وفي بلاد سنغافورة يعني ما زالوا الآن يعني مهتمين يعني بالبيئة اللي محيطة لهم يعني البحر. وكان في ذاك الوقت يعني حابين يشوفوا المعلومات وصحة المارين لايف يعني كل ما هو حي، الحياة الحقيقية للأسماك اللي هي في الماء يعني نبات وسمك وغيرها. فيعني كانت الفكرة أنه يعني تصنع يعني هذه الروبوتات اللي تشبه السمك والراي وتسبح كما هم وتأخذ المعلومات في البيئة في حالتها الطبيعية يعني حتى ما يكونش يعني اضطراب ولا في هذه البيئة، لأنه النبات والحياة اللي موجودة يعني في هذه المحيطات يعني عندها قدرة يعني السنسينج يعني اللي تحس بها الإحساس. نعم أكثر من ما نقدر إحنا يعني نصنع الآن. فلما تأخذ هذه المعلومات وتقدر تصنع يعني نماذج وتقنيات يعني تقدر الإنسان يشوف اللي هو حاصل اليوم ويمكن الأشياء اللي جاية يعني في المستقبل. فهذا هو يعني كانت قصة يعني هذه يعني السمك والري والحاجات الأخرى. يعني صنعنا يعني كثير من الـ كيف تسمي البروتوتايبس هذو فكما قلت يعني هذا جانب يعني مهم جدا يعني اللي هو موجود في MIT يعني على تركيز الجانب العلمي والتقني مثلا في الهندسة وفي المواد والحاجات الأخرى، والجانب التطبيقي يعني العملي يعني هم في MIT يقول لك العقل واليد والقلب يعني اللي يكونوا يمشوا مع بعض في هذا المجال. نعم جميل. ويبقى هو اختراع واحد فقط من بين الاختراعات الكثيرة للبروفيسور كمال يوسف تومي. مساركم الدراسي بدأ هنا من الجزائر، تحديدا من مدينة قصر البخاري، ثم انتقلتم إلى الجزائر العاصمة، بعدها انتقلتم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975 بمنحة جزائرية. حدثونا عن هذه الصيرورة العلمية وكيف تحديتم عامل اللغة. والله احنا يعني في الثانوي كنا ناخذ يعني الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمواد اخرى. احنا في يعني شعبة الرياضيات ما اعطيناش يعني قيمة كبيرة للغة الإنجليزية في ذاك الوقت، كان لأنه كنا نركز كثير على الفيزياء والكيمياء والرياضيات. لكن يعني لما وصلنا إلى بوسطن يعني فكان كيف نقول يعني مشكل، والوقت كان ضيق يعني إلا 5 أشهر يعني حطك في البحر ولازم تعوم. فالحمد لله يعني تعلمنا اللغة الإنجليزية، لكن دائما نقول للشباب اليوم يعني أحسن مني يعني في اللغة الإنجليزية وفي مجالات أخرى يعني بارك الله فيهم وربي يوفقهم يعني في أعمالهم وفي مساعيهم. أسرد لنا يعني بعض التفاصيل يعني في مسارك التعليمي وانتقالك بمنحة جزائرية من الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تم ذلك؟ والله يعني كانت بعض الأشياء اللي يعني كانت في المدرسة الجزائرية، نتكلم على الثانوي، ولأنه عملت إلا أشهر معدودة يعني في جامعة باب زوار لما فتحت في 74. لكن في الثانوي يعني كانت الإدارة متاع المدرسة الثانوية يعني فيها انضباط يعني في مستوى عالي جدا يعني حتى في كل صباح يعني نعمل الصفوف ويجي يعني المعلمين او يعني يشوف يعني اللباس نتاعك، يشوف الشعر، يشوف الحاجات يعني من هذا النوع.
فمشينا احنا في هذا في نفس الشيء، يعني على هذا الانضباط في كل الاشياء اللي نعملها. وحتى لما كنا نتعلم، يعني احنا في الحقيقه في زنا نتعلم للان، فكنا يعني في الثانوي بيننا وبين الطلبه يعني نتنافس، يعني حتى يعني كيف يعني شكون اللي يكون الاول في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في هذا الميادين. وقلت يعني من قبل انه في ذاك الوقت يعني حتى الكتب كانت يعني يعني ما هيش موجودة كما اليوم، والإنترنت والأشياء هذه. يعني مرات يعني يجي كتاب يعني من كاش صديق حتى يعني واحد يستعمله يعطيه الصديق آخر، وها يعني كانت يعني بعض التحديات خاصة في هذه المدينة تاع العلم الفيزياء والرياضيات والأشياء هذه. لكن نرجع للغة الإنجليزية، يعني لما وصلنا إلى بوسطن يعني كانت يعني نتعلم في اللغة الإنجليزية، وكانت منها يعني كانوا يخرجونا يعني في يعني بعد الغداء يعني في فئات يعني صغيرة، يعني طالبين أو ثلاثة. فالأستاذة قالت يعني أشارت إلى مباني وقالت يعني هل تعلمون يعني ما تلك المباني، هذه هي الـ MIT، يعني هو يعني من اذكى ناس يعني يشتغلوا في تلك المباني. فقلت لنفسي انا لازم نكون مع الناس هذوك. يعني اذا انتقالك وانتسابك لجامعه MIT هل كانت هدفا ام حلما ام تحديا؟ ما اصبحت هدف لما قالت انه في ناس من اذكى ناس في العالم موجودين في يعني يشتغلون ولا في 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 في, في تلك المباني. ففي تلك اللحظه قلت لنفسي انا لازم نكون مع هذوك الناس، واصبحت يعني نشتغل ليل يعني اللي تقولي ليل مع النهار حتى نوصل الى هذه الاماتي، حتى نكون طالب يعني فيها في هذه الجامعه. يعني وحتى يعني لما كنت ناخذ الدروس في اللغه الانجليزيه كنت نروح يعني نجلس في بعض الاقسام اللي في كان يدرسوا فيها الرياضيات وفي يعني مواد اخرى. والحمد لله يعني سهل الله سبحانه وتعالى ووصلت للMIT. قصه التحدي يعني الحمد لله. اول يعني مشاريع البروفيسور كمال يوسف تومي كانت في الماجستير متعلقه ب يعني التحكم الالي لمحركات السيارات، ثم الى الروبوتات السريعه، ثم الى مشاريع اخرى. يعني حدثونا عن اهم المشاريع والاختراعات التي قام بها البروفيسور والتي تحصل على اثرها على اكثر من 50 براعه اختراع. والله يعني كل المشاريع كانت مشاريع اللي تابعه للماجستير، كانت مشاريع اخرى اللي تابعه للدكتوراه، يعني لاتيست على الدكتوراه. ومن بعد يعني لما ابتدات يعني كاستاذ في الجامعه يعني اصبحوا يعني مشاريع اخرى مع شركات من اليابان من بلدان يعني مختلفه. كيف نقول يعني كل هذه الاشياء اللي اشتغلنا عليها كانت يعني تشمل التصميم يعني الكونسيبشن، ومن بعد الميثودولوجي يعني كيف تعمل هذا التصميم، المنهجيات يعني اللي نستعملها، وفيها كذلك التحكم والجانب يعني الذكاء اللي موجود في هذه الأجهزة أو روبوتات أو الأنظمة. وفيها ثاني الجانب يعني التطبيق، يعني نصنع يعني هذه يعني ما هيش إلا فكرة، ولا يعني نصنع هذه الأجهزة يعني تطبق على أرض الواقع. نطبقها نعم نطبقها وندير يعني مثل مشروع الاختراع الذي مكنكم من اكتشاف البؤر التي يتسرب منها الغاز في إحدى المدن مثلا. هذاك كيف نسمي الروبوتات اللي هي تمشي في الأنابيب يعني مهم جدا، لأنه اليوم تشوفي على الغاز أو الماء يعني فيه يعني هدر يعني نضيع كثير من هذه الأشياء. يعني كاين مدن يعني في العالم اللي يضيعوا يعني 40 45% أو يعني تقريبا 50%
ما اللي تاخذه من البحر او من تحت الارض وتعالجه ومن بعد توصله يعني الى المستهلكين، او الغاز يعني اللي يعني يخرج من هذه الانابيب. فكانت هذه تقنيات يعني اللي جات يعني في الحقيقه من برنامج ومشروع السمك. يعني فجات هذه الروبوتات اللي هي مرنة حتى تمشي يعني في الانابيب هذه بسهولة. نعم بسهوله وفيها اتصالات يعني بروفيسور، كنت اي روبوت تقوم ب يعني ابتكاره الا وياخذك الى ابتكار جديد اخر كي يسهل عمليه اخرى. الحمد لله بروفيسور، كلكم نعم. متحصلين على اكثر من 50 براءه اختراع ما شاء الله. يعني كعالم ايهما اولى، نشر البحث العلمي او تسجيل براءات الاختراع؟ والله شوفي، احنا لما ابتدينا كانت المنشورات العلميه يعني اكثر مهمه، ف وخاصه الجامعات يعني نتكلم يعني لما ابتدانا يعني كان التقييم اكثر، والان اظن يعني نفس الشيء اكثر على المنشورات العلميه، لانه المنشوره العلميه يعني فيها الفكره وفيها يعني البرهان والدليل انه هذه الفكره تمشي وتعمل يعني الجانب يعني العلمي مثلا من جانب الرياضيات ولا الفيزياء، وتعمل البروتوتايبس مثلا، تعمل السيميليشنز، يعني تعمل كل هذه الاشياء حتى وناس يعني اللي في المجال يعني يقيموا هذه، وهذه الاشغال يعني تاخذ يعني يمكن سنه سنة نص أو سنتين يعني على منشورة واحدة. أوكي، فهذا هو يعني هذا يعني تشجعون نشر البحث العلمي بدل البحث عن تسجيل براءات الاختراع. اليوم يعني هو الهدف، يعني ما هو الهدف هذا؟ يعني المعرفة. يعني نعم، إذا كانت مثلا الـ يعني استعمال فكرة وتستعمليها في الجزائر، لأن براءة الاختراع ما هيش مغطية لكل العالم، براءة الاختراع يعني تغطي بعض المناطق وعادة تغطي يعني البلدان اللي فيها إنتاج وفيها سوق كبير. البلدان الأخرى اللي ما فيها سوق كبير وما فيها إنتاج ما عندك حرج يعني لأن ما فيها يعني نشاط ثم. أوكي، فوش معناتها تقدر الإنسان يأخذ براءة اختراع ويستعملها في هذه الأمكنة اللي ما فيهاش تغطية وهو حلالا طيبا. أوكي، يعني ما فيش مشكل. فإذا كان إنسان حب يصنع صناعة، يدير صناعة مثلا للسوق الداخلي وتبقى يعني في السوق الداخلي، تقدر تصنع تخدم يعني تستعمل هذه براءة الاختراع وتخدمها مثلا في الجزائر، لانه التغطيه ماهيش موجوده مهنا، وتخليها يعني في هذه البيئه. فيعني شوف على وبراءة الاختراع يعني تستقام يعني فيها يعني في لمده يعني 17 سنه او 20 سنه، يعني يمكن تكون 100,000 دولار 150,000 دولار، يعني تشوف يعني على التغطيه والحاجات هذه اللي يعني اللي في حياه براءة الاختراع. والكثير يعني من الشركات اليوم كما اي بي ام وشركات اخرى يعني اصبحت يعني تنقص يعني في الـ يعني العدد براءة الاختراع، وتكون يعني غير تابعه الى ميادين يعني بعينها كيف تقولي يعني ما مختصه او من هذا النوع. كيف واش نزيد؟ نعم بروفيسور، أود أن أسألكم حول يعني الهندسة الميكانيكية. تغيرت الكثير من القواعد والأسس في هذا العلم أو في هذا التخصص، ما هي التكنولوجيا الحديثة التي ترون بأنها ستقلب يعني الموازين في الهندسة الميكانيكية مستقبلا؟ يعني هو الذكاء الاصطناعي وكيف نسميه الماشين ليرنينج والحاجات هذه، التعلم الآلي يعني في الحقيقة راهي داخل في كل الميادين، يعني حتى في العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الإنسانية، يعني داخلة فيها، وكل يعني هذه النشاطات يعني والقطاعات يعني لأنها داخلة في بعضها بعض. فراهي يعني تغير يعني حتى يعني في التعليم، التعليم والتعليم العالي، في البحث العلمي، واستعمالها كذلك يعني في هذه
في هذه الميادين. نعم. الذكاء الاصطناعي يعني ولج جميع مناحي حياتنا اليوم، تواجه تحديات يعني بالنسبة للعقل البشري. هناك جدلية قائمة ما بين العقل البشري والعقل الذكائي الاصطناعي، من سيلغي من؟ والله أنا بالنسبة لي يعني نقول أنه الإنسان مكرم بالعقل، والآن يعني مازال يعني أشياء لعقل الإنسان يبدع ويخترع حاجات يعني غير يعني ما تشوف. لكن هذه التقنيات تساعد الإنسان، يمكن تدير تحليل يعني بسرعة، يمكن تدير حساب يعني بسرعة ودقيق، لكن مازال فيه يعني بعض الـ كيف تسمي يعني عدوا حدود له. مثلا هذا الاي اي والماشين ليرنينج وكلها يعني تقريبا بلاك بوكس، اوكي، يعني لما كي تمشي ما نعرفوش عليها مشات، وكي ما تمشيش ما نعرفوش عليها مازال ما مشاتش. يعني هذا اول شيء. وحتى يعني في الحالات اللي يدرب هذا سميه نموذج، هذا موديل، حتى على هذه المعلومات يعني ما يجيبهاش يعني على 100% كل مرة، أوكي، يعني فيها يعني مش الخطأ فيها، نعم. فهذا شيء. ولما تمشي إلى ميادين أخرى وين تأخذ الموديل هذا وتزيد تغير فيه يعني توسع فيه شوية، مرات يعني بعد غير شوية يجيب لك خطأ بعد بزاف، يعني خلاص يعني هذيك. فهذه يعني الأشياء من هذا النوع. كيف تربطي بين ميدان وميدان؟ أوكي، يعني هذه صعب. الإنسان يقدر يدير الشيء هذا، أوكي، لكن الآلة تبقى دائما رهينة العقل البشري. ولكن بروفيسور، اليوم يستخدم الذكاء الاصطناعي بصفة سلبية، نستطيع القول ذلك، خاصة في الحروب، وخاصة ما نشهده في الحرب على غزة، استخدام أسلحة موجهة، تحكم عن بعد، أسلحة بالذكاء الاصطناعي، يعني أصبحت تهدد المجتمعات البشرية. هل يعني من جوانب قانونية وأخلاقية كي تردع الذكاء الاصطناعي؟ هو الذكاء الاصطناعي وأشياء أخرى، ما هيش إلا في الذكاء الاصطناعي، يعني في أشياء أخرى. يعني إذا كان الإنسان يعني ما يتحكمش يعني في هذه التقنيات يعني بصفة، والأخلاق يعني واللي ماشية معاها يعني يمكن يكون كيف نسمي يعني خطر. احنا في الحقيقة رانا في خطر كبير على هذه الأرض، أوكي. ولما نشوف يعني في هذا السيستم سولير نتاعنا، ما كانش يعني كوكب اخر اللي عنده كل مكونات الحياه كما الارض، وتبدا من الماء والاكسجين والميل نتاعها، يعني حتى يكونوا فيها الفصول يعني السيزونز، والمغناطيس اللي يحميها وكذا، وزيد يعني قائمه طويله جدا. وما تلقيش يعني هذا الشيء. يعني مره كنت في مدينه هيوستن في تكساس، وكان رائد الفضاء آلان بين هذا الامريكي، فيقول لي انه لما كان يمشي على سقف القمر ويشوف الارض كما نشوف القمر احنا، يقول لي يعني كنت حبيت نسرع باش نجي نرجع للارض، قال لي انه ما ماناش عارفين اي كوكب اخر في هذا التركيبه يعني. ولما رجعت الارض، قال بديت نعطي قيمه لكل شيء، هذه الاوراق اللي موجوده في الاشجار، هذا الهواء اللي راني يعني نتنفس، الماء، قال نمشي الى مركز كيف تسمي المحلات ونشوف يعني الناس يعني ماشيين. قال أنا جيت من مكان ما فيه لا ما فيه إلا الغبار والحجار، ما فيه أي شيء. يعني أنا نظن يعني الإنسان يتعلم يأخذ يعني يعني في هذا الأرض بالقيمة نتاعها ونستحفظ عليها، لأن هي أمانة لنا، يعني إحنا الخليفة في هذا الأرض، ويمكن إحنا الخليفة مش إلا في الأرض، يعني في كل الأشياء الأخرى المخلوقة
اللي هي بيننا. هي نعم. بيت البشرية. نعم نعم. نال البروفيسور كمال يوسف تومي العديد من التتويجات والتكريمات عالميا، يعني إن صح القول، أبرزها يعني تكريم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. ولكن على الرغم من كل هذه الاستحقاقات، بقيت تهب وقتك وعلمك للعالم العربي والإسلامي ولبلدك الأم الجزائر. عن أي علاقة نتحدث بروفيسور؟ يعني انا بالنسبه لي هذه يعني يسميها منطق ولا سميها في دم الانسان، احنا متربيين يعني على هذه الاشياء. وشفت يعني انه في امريكا وفي غيرها يعني الانسان اللي محافظ على اصله يعني يزيد لك قيمه اكثر واكثر. فأنا ما عملتش الشيء هذا لأنه حتى إنسان آخر يعني يزيد قيمك ولا بالشيء هذا. فهي الحقيقة كانت يعني هذيك هي يعني كيف نسمي يعني ناتشرال يعني طبيعة، يعني هذيك هي الطبيعة متاعنا والربط متاعنا مع الجزائر مع البلدان العربية والإسلامية. هذاك يعني من أصل الإنسان، وما يقدر الإنسان يعني يقطع هذاك الربط. يعني بالنسبة لي تكون يعني صعبة جدا، يعني يمكن الإنسان يقدر يدير شيء هذا، ما نقدر ندير شيء هذا. هذا هو يعني. البروفيسور كمال يوسف تومي عبقري الروبوت وأيضا حافظ لكتاب الله، وكان يقدم المحاضرات في المساجد هناك في أمريكا. يعني الحمد لله ما تيسر من كتاب الله، الحمد لله. احنا في الحقيقة في الستينات وفي أوائل السبعينات يعني ما كان عندنا في قصر البخاري وفي المندية يعني الناس اللي متخصصين يعني في أحكام القراءة والتجويد والأشياء هذه. يعني حتى يعني كان عندنا شيخ محمد رحمة الله عليه، كان شيخنا يعني في قصر البخاري. فسألته يعني مرة فقال كان يعني القراءة كانت إلا بالمد والوقف، يعني هذا هم الأحكام اللي كانت. فحتى مشيت يعني إلى أمريكا فوجدت أنه فيها أحكام التلاوة، فالحمد لله فتعلمت يعني بديت بقراءة حفص عن عاصم من شيخ البسيوني عندنا في بوسطن، هو من مصر ومقرئ هو، فتعلمت عليه ويعني زدت لقيت أنه فيه يعني علم النغم وعلم المقامات. فقلت لازم نتعلم يعني هذه النغم حتى الإنسان يحسن يعني في تجويد القرآن الكريم. وبعد الإنسان زاد طلع على القراءات، فقلت لازم نتعلم علم القراءات والعلم النغم فيها، والحمد لله. يعني من تحد إلى آخر، ماذا نعم. أضافت هذه الثقافة الإسلامية في مسارك العلمي والابتكاري؟ الحمد لله، يعني أنا التدريب على التجويد والحاجات هذه نعمل على الأقل يعني مرتين في اليوم، يعني في الصباح يعني قبل ما نمشي للشغل ولا في مساري للشغل وفي يعني لما نكمل. فالحمد لله يعني تلقى يعني يعني راحة البال وراحة يعني دائما من هذا الجانب، ويعني والحمد لله. الحمد لله. بروفيسور، كيف تجد اهتمام الجزائر اليوم بالتكنولوجيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي باستحداث مدارس عليا خاصة بالرياضيات وبالذكاء الاصطناعي من أجل وإيمانها بأنه هو الاقتصاد الغد؟ يعني كيف تجد هذا الاهتمام؟ يعني هذا اهتمام مهم جدا، لأنه الآن إذا كان الفرد أو منظمة أو حتى دولة إذا ما يعني ما هيش يعني داخلة في هذه الميدان لتطوير هذه التقنيات واستعمالها في ميادين يعني مختلفة، يعني راح تكون يعني كيف نقول يعني تبقى للوراء. وزيد السرعة، كل هذه التقنيات تابعة للإنوفيشن، والإنوفيشن تابعة للإنوفيشن على الابتكار، والابتكار تابع يعني لقدرة التنافسية. دولة ما تكون يعني عندها قدرة التنافسية مهما كانت إذا ما تستعملش يعني هذه يعني تستعمل التقنيات وتزيد هي تطورهم يعني لنفسها.
يعني وهكذا يعني وحتى كيف نتعامل مع العالم. يعني إذا البطيء الآن خاسر في البداية، البطيء اللي ماهوش متمكن يعني في هذه المجالات، واللي ما عندوش يعني تكوين تاع القدرات وتجديد القدرات هذه وكسب هذه القدرات يعني حتى يكونوا موجودين، يعني راح تكون صعبة جدا، صعبة جدا يعني بالاقتصاد، بالتعامل مع الشركات ومع يعني مع العالم يعني من هذا الشيء. حتى يعني استعمال الطاقة، استعمال الماء، استعمال كل هذه الموارد اللي هي راهي محدودة، كيف نستعملها؟ الآن في العالم فيه يعني قوانين على التاكس على الكربون على استعمال الطاقة. إذا كان مثلا قبل 2030 أظن يعني في الصناعة لازم تكون استعمال الطاقة تكون تنخفض بحوالي 30%، ويعني يمكن شركة أو دولة اللي راهي تستعمل أكثر يعني يمكن ما يشرع لنا، أو يكون يعني أشياء أخرى اللي تكون فيها مشاكل يعني. فكل هذه الأشياء لازم الإنسان يعني يخطط لهذه الأشياء ونمشي بسرعة يعني حتى نوصل لهذه المراحل. هل من مشاريع مشتركة بينك وبين الجزائر، يعني نشاطات ومشاريع مع بلدك الأم حاليا؟ والله يعني ما أنا المشروع نتاعي الكبير يعني اللي أنا ركزت عليه الحمد لله يعني من سنوات، على الجزائر تكون عندها رؤية واضحة وشاملة ورؤية لتابعة ثاني استراتيجية في هذا الميدان، ويعني تعزيز يعني البنية التحتية. إذا عملنا أشياء اللي هي يعني كيف نسميها يعني كل واحدة لوحدها يعني كيش شمعة، يعني راح تشوف شمعة هنايا تشعل ومن بعد تطفى، شيء واحد أخر تشعل وتطفى، وما عدناش يعني القدرة باش نكون موجدين رواحنا يعني المدى البعيد. يعني إن شاء الله يكون فيها إجابة يعني حتى يعني الإنسان والمشاركين يعني يشتغلوا على هذه الرؤية والاستراتيجية والإيكو سيستم، لأنه كل البلدان اللي نجحوا كانت عندهم هذه. جميل. في ثلاث كلمات، ما هي النصائح التي تقدمها للشباب الراغبين في تكسير يعني حدود طموحهم من أجل أن يصبحوا رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات؟ والله يعني هو الشيء الأول أنه كل بلاد عندها المشاكل، كل بلاد، ما كاش بلاد اللي ما عندهاش مشاكل وتحديات وكذا. فما الأول شيء ما تخليش يعني الـ يعني الـ الـ العقبات العقبات أو التحديات اللي عندك اليوم يعني توقفك أنت على القراءة الدراسات نتاعك ولا البحث نتاعك ولا التعليم ولا أشياء، ما تخليش هذيك الشيء يعني دائما للأمام. وعندك هذه يعني ركز على أولا الاستثمار في نفسك، استثمار في نفسك مش راح تسرق وتكذب وتدير هذا الشيء، استثمار في نفسك تطلع مستوى نتاعك العلمي الثقافي الأخلاقي السلوكي يعني قيمة المسؤولية هذه، كيف تسميها المسؤولية المهنية ولا كيف يعني هذه هي الأشياء، حتى لأنه راح تتعامل مع ناس في الجزائر وغير الجزائر. يعني هذا نظن اللي يعني كما في الطائرة لما تركب يعطيك القناع الأكسجين، القناع الأصفر، هذا هو القناع الأكسجين، أعمل ويعني دير الانفستمنت الاستثمار في نفسك، ومن بعد تقدر تساعد نفسك وأهلك والجزائر والعالم كله بإذن الله. جميل. بروفيسور كمال يوسف تومي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الذي وجدته ماتعا ونافعا جدا، وعلى مشاركتك لقصتي هذه قصتك الملهمة في تخطي كل العقبات وتذليل يعني التحديات التي واجهتموها من أجل صناعة عالم عالمي عربي جزائري اسمه كمال يوسف تومي. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا. العفو. أما أنتم مشاهدينا فسنلتقي في مواعيد ولقاءات مع شخصيات لاحقة.